الحمد لله كانت منافسة جدا صعبة، الحمد لله وصلنا هنا وخلصنا وتصدرنا الرالي. منافسة جدا صعبة مع سواقين جدا سريعين، طبعا عندهم خبرة جدا عالية وخاصة في هذا الرالي. تميز في اليوم الأول أنهم عندهم أكثر متسابقين عند كفرات بيريلي، كانت مميزة ساعدتهم في التارمك، عوضنا اليوم لما جاء الجرافل. طبعا ضغطنا اليوم وأكثر مرة ضغطنا في آخر مرحلة اللي قبل السيرفس، فسوينا فيها الجاب الكبير اللي هي 21 كيلو، أخذنا منهم 30 تقريبا ثانية، والحمد لله حافظنا عليها لين انتهى الرالي على خير. Συγχαρητήρια και στους The European Rallying Championship here in the CNP Asphalt.